السلام عليكم. انت اللي راك تشوف الفيديو، دير جيم خويا، دير جيم، ماك خاسر والو، دير ابوني وتبع الفيديو من الاخر واعطينا رايك في التعليقات. اي فوالا، السلام عليكم خاوتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا الفيديو رايح يكون طله خفيفه برك عليكم. فوالا كما راكم تشوفوا خاوتي، ما فيها والو، اللي عنده شي حاجه يستحفظ عليها. فوالا اللي عنده شي حاجه يستحفظ عليها، سواء رزقك، سواء رزق الناس، سواء انت خدام، ما عليهش، نورمال. انت اللي راك قاعد هنا نهار وطول، تحفظ على المكان تاعك، تخليه توجور بروبر. ما من انت ثاني كيعود بروبر كيما هكذا يطلع لك المورال، الريحه منا لي برودوي، هاك تعرف كيفاش. ما من الناس اللي يطلعوا معاك يشوفوا الحاله هكذا بروبر، ولا يساعدهم الحاله شويه، هاك مفهمين كيفاش. فوالا كيما راكم تشوفوا خاوتي، بسم الله، مسحه خفيفه. فوالا كيما قلنا، اللي عنده شي حاجه يستحفظ عليها، سواء رزقك ولا رزق الناس، مادام راك خدام فيه يسمى رزقك، حاجه تاكل بها الخبز يليق توجور تستحفظ عليها وتخليها بروبر. ما تقولش ما يشتي عليا انا جموفو، والله موش يخلص فيا مليح، دوك نهملها ونخمجها ولا نفزدها. لا، هذيك ما عندها حتى علاقه. موش يخلص فيك مليح ما تخدمش، كي ما يخلصكش مليح ما تخدمش، ولكن اوطون كي راك خدام خلي بلاصتك توجور نظيفه، حتى تلقى ما خير منها. فهمتوني كيفاش؟ هذه نصيحتي برك، يعني اليوم حبينا نحكيو اب قسط لاكليم، نغسلو شويه. فوالا لي برودوي كيما هكذا ما كان والو. ها هو سيدي ولا جديد. ها فوالا عندكم، بعدا نعطيه هنايا بلاسبيراتور، ما عنديش هنا في الكراج في الديبو. هذا هو، خلي توجور بلاصتك نظيفه. هذه في كلش، ماشي غير في النظافه، يعني في كلش، بلاصتك يليق توجور تبقى نظيفه. هكذا باش الا حبست ويجي نهار تحب تولي، كي يلقاو عرضك زين يقلبوك نورمال، كي يلقاوك نظيف، سواء في عقليه، سواء في خدمه، سواء في كل شيء، كي تحب تولي تولي، ما كانش اللي يوقف لك في الطريق. تروح معزز مكرم وتولي معزز مكرم. هذه هي نصيحتي للناس، والله لاي واحد راه يتابع فينا. خليكم لاريال فيني بروبر. المهم لاكليم البراد هكذا، الناس كي تجي، يعني اللي يجي يستراح. ما انا ثاني تساعدني هنا كي تعود بروبر كيما هكذا، ما انا ثاني تساعدني كي تعود كيما هكذا، تساعدني فوق تعود الدنيا تبري هكذا مع الريحه مع كل شيء. فوالا خوتي كيما راكم تشوفوا، ها وليكم دوك بروبر، هكذا تخدم المورال طالع نظافه والريحه وكل شيء مليح. فوالا خوتي كيما راكم تشوفوا، الله يبارك الجو تاع اليوم ثاني، ما شاء الله البرود حشعر. راه اليوم راهي عندنا 24 كيما راكم تشوفوا خوتي، البيج دوكا راه نظيف. هذه هي نصيحتي للناس انايا اللي راه خدام، سواء في رزقك ولا رزق الناس، خلي توجور بلاصتك نظيفه وخلي توجور عرضك زين، هكذا باش النهار اللي اذا حبيت تولي لهذيك البلاصه اللي كنت فيها من قبل يستقبلوك بكل فرح وسرور. واللي عنده شي سؤال خاوتي، اللي عنده شي سؤال في اي مجال يخلي لنا تحت في التعليقات خاوتي، عبر عن شعورك كيما تحب. ما تنساش جيم وبارطاج. تحياتي لكم خاوتي، ونتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله. ربي يسهل على الجميع.